السلام عليكم ورحمة الله. للبيع شقة 3 غرف وصالونين دوبليكس في منطقة يمرة، مساحة الشقة 300 متر مربع، الدور 9 والعاشر، شقة رقم 26. ندخل نشوف الشقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما ندخل عندنا هنا المدخل، نجي هنا على اليمين عندنا الصالون والمطبخ. طبعا المطبخ نظام أمريكي مفتوح على الصالون. عندنا هنا الصالون، نشوف المطبخ، عندنا هنا المطبخ طبعا جاهزة بالأدوات الكهربائية، ولها بلكونة خاصة فيها. طبعا نظام التدفئة عن طريق الفحم. عندنا هنا بلكونة خاصة بالصالون، هذه إطلالتها من البلكونة. لها إطلالة جميلة جدا ما شاء الله على الطبيعة. نجي هنا على الغرفة الأولى، عندنا هنا الغرفة الأولى، عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، عندنا هنا دورة المياه الأولى أو البانيو أكرمكم الله، عندنا هنا المنطقة هذه خاصة بالغسالة وأدوات التنظيف. عندنا الغرفة الصغيرة هذه تحت الدرج اللي هي غرفة تغيير ملابس أو مستودع. نطلع نشوف الدور الثاني. أول ما نطلع هنا عندنا المطبخ، عندنا هنا دورة المياه الثانية والبانيو، وهذه الغرفة الثالثة. طبعا لها بلكونة كبيرة وواسعة ما شاء الله تبارك الله، لها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة. الآن نطلع نشوف البلكونة. عندنا هنا الصالون الثاني،
نطلع نشوف البلكون. هذه البلكونة من الدور الثاني، لها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة، مساحتها ما شاء الله تبارك الله واسعة وشرحة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.